والله هي كانت اقتراح احد الدكاتره، يعني اقترح علينا زياره زقوره. احنا صار يعني اصلا الفكره بعيده عن بالنا جدا، بس يعني من يعني كان الاقتراح اقترح علينا هذا الاقتراح تقريبا قبل يومين، يعني صار الزياره مفاجئه. بس بصراحه يعني الاجواء يعني فوق ما نتخيل، والجو جميل، يعني خاصه هاي الفتره. هاي الفتره هي فتره ربيعيه، يعني خاصه احنا هنا عندنا بالجنوب الجو بهيك وقت يكون معتدل، فصراحه كانت سفره رائعه. احنا عندنا عطله فصليه، واستغلينا هاي الفرصه ان كل الاساتذه الموجوده بجامعه ذيقار والأساتذة قسم الرياضيات وكلية التربية العلوم الصرفة قرروا اليوم أن يزورون أثر صريح ولا إشعاع في العالم كله، هي آثار أور. الأجواء حلوة كانت والجو مش حلو، وبالعكس أنه أول بداية إجينا هم نتعرف على حضارتنا ونعرف العمق الحضاري لهاي الحضارة اللي 5000 سنة وأثرها على العالم المحيط العربي والمحيط العالمي، وأثرها على الحضارة المصرية والحضارة الإغريقية وأثرها على الحضارة الرومانية. والله صراحة هي يعني جتني فرصة، جيت ويا خالتي، هي سفرة جامعية جامعتهم، وصراحة يعني أنا صار لي هواي أتمنى أجي لهذه هيك كمكان أثري كتحفة فنية باعتبار. بصراحة يعني هي بعد صدفة. شلون الأجواء؟ أجواء كلش حلوة، خاصة أول ما وصلت يعني وشفت هذا الشيء، يعني مكان جو بارد حار عندك؟ لا الجو زين، يعني أول بدايتها وبعد يعني أكو شمس، بس أجواء كلش حلوة. تكرريها زيادة؟ طبعا إذا صارت لي فرصة أكيد طبعا أكررها. إحنا مجموعة من أساتذة جامعة ذيقار حبينا بهذا اليوم، الأجواء كانت جميلة وحلوه، فحبينا نجي نزور الزقوره ونشوف الارث الحضاري اللي هو اصل ذيقار واصل العالم بدا منه، فحبينا نشوف هاي الاثار وتاثيراتها يعني بالبلد وتاثيراتها بالمجتمع، نشوف هذا الارث ونتعلم من عندهم ونشوف الحضاره سابقا شلون كانت وشنو اصل الحضاره عندنا. والله العظيم